لا انا ما عنديش جهاز تناسلي بالمره، ما عنديش جهاز تناسلي، عندي ديال ام بابي شي الدري ديال التربيه ملي كيتزاد عندي بحال هكاك. ما لقيتش شي دو فوا براسي ما باش ما بقاش نسمع الاهانات ديال المجتمع والتهديدات، ما يعرفوني واش راجل ولا امراه. السلام عليكم، معكم جوهر، اسم مستعار، اسم مستعار ديالي هو جوهرة. انا يتيم، ماتوا لي بارون بجوج، ماتوا والدي بجوج، خوتي تبراو مني، انا شاد جنسي، خوتي علاش تبراو مني؟ حتى انا من صغري وانا شاد جنسي. انا تزاديت هكا يعني ما خديتهاش قاعده ولا خديت حرفه ولا شي حاجه، انا تزاديت هكا، ما عنديش لو تيستوغون هرمون رجالي، ما عنديش، درت لي زغناليس، درت كلشي، يعني انا في الظهر ديالك تقدر تشوفني امراه في وجهي، يعني عندي تشوه خلقي، حاشا والله اش غيدير فينا هادشي، ولكن هادشي من عند الله سبحانه وتعالى. ما خوتي تبراو مني على قبل هادشي، قريت صافي مني ماتوا لي بارون، جراو عليا خوتي تبراو مني، ما تبقاش تجي عندنا صافي. انا دابا جالس غير مع الدريه صحباتي، ها اللي كتدور معايا، ها اللي كتعطيني الحوايج، ها اللي كتنجف ليها باش تعاون معايا، كل وحده واش كندير لها معاها، ما انا كننعس غير في الزنقه، هذا هو الحال ديالي. كاينين جمعيات في مراكش، مراكش داروا لهم جمعيات، في فاس داروا لهم جمعيات، في طنجة داروا لهم جمعيات، في كازا ما كاينش جوج جمعيات، ما عرفتش حتى حنا باغي نخدمو، حتى انا باغي نخدم، انا ما كنحسش براسي انسان، انا اللي دست من حداه في الزنقه كيبقى يعير فيا، كيعتبرني شاد جنسي، ولكن رغم انا هذاك اللي كيعيرني انا احسن منه في عقليه، ما مسوقش ليه، ما يلا يصاوبو صافي. انا باغي غير نخدم ونستقر ونسكن صافي، هادشي اللي باغي، ما باغي حتى شي حاجه، باغي غير طرف ديال الخبز صافي، حيت انا الحرام ما عندي، ما غندير لا بحرام لا حتى شي حاجه، رغم ان الحرام ما كنديروش، رغم ان الحرام ما كنديروش بالمره. فكرتي التوبه راه كنفكروا في التوبه، كاين شي واحد ما كيتوبش حتى شي واحد ما تزاد ضحكوا الا اللي بغى يديروا فيه، ما كنديرش اصلا شي حاجه علاش غنشوب، علاش غنشوب انا اصلا، انا هكا كنقول لك انا فطره منين تزاديت من صغري كنحس براسي امراه، من الاحساس من الداخل عندي امراه، ما كنحسش براسي راجل من الداخل، انا امراه من الداخل كنحس براسي، الا ما دزتش من حدا راجل وما شفت ما شافش ما كنحسش براسي، انا ماشي كشاد جنسي باش غيمشي نحارف للشارع وياخذ يبيع لحمه باش ياخذ الفلوس، لا انا كشاد جنسي خصني ماكي نبان، ماشي حنا بغينا نبان، انا بغيت نبان، انا بغيت نبان نخدم، انا بغيت نخدم، ماشي بغيتوني نبان في السطح، نبان في الدار، نبان في الزنقه وانا متشرد، مي امبوسيبل. لا انا ما عنديش جهاز تناسلي بالمره، ما عنديش جهاز تناسلي، عندي ديال ام بابي شي الدري ديال التربيه ملي كيتزاد عندي بحال هكاك. تلقيتي شي اختصاص صغار دو فوا؟ ما كنبغيش نطرق لهذا الموضوع، انني كنمرض نفسانيا الاختصاص 6 سنين، كنت كنقرا يلا دخلت الاول تحضير ابتدائي، 10 سنين 9 سنين بحال هكاك، بديت كن 6 سنين ما عقلتش، مي في 9 سنين ولا 10 سنين كانت عندي واحد الرصد ديال التاريخ، يعني رسخت لي شي حاجه في بالي انني تختعصبت، يعني فهمتي بزاف كنتهدد المعيور سبان واش هاد الجنسية، ماشي بهاد النطق، بنطق اخر كيتحرشوا بيا، يعني بزاف د الحوايج، كاين اللي كيبقى يوقفك غير باش يضحك عليك، كاين اللي كيبغي يدير لك يسجلك وانت كتهضر في لاكسون، يعني علاش هكا؟ علاش حنا واش حنا؟ حتى انا كنحس براسي انسان، ما كنحسش براسي شاد جنسي، حتى انا راه ماشي هكاك، انا راه بغيت انا نكون راجل، واش انا غنبغي براسي الضحك؟ انا تزاديت هكا باش تفهموا، انا ما بغيتش انني نبقى في حياتي، انا الدريه صحباتي هما اللي كيحنوا عليا، هما اللي كيرفقوا بي، واش انا نمشي نعطي لحمي باش نعيش؟ انا ما بغيتش نعطي لحمي باش نعيش، انا بغيت نخدم، بغيت نحس براسي ماشي على المجتمع، انا بغيت نخدم. عندكش عائله؟ خوتي كلهم ما كيسولوش فيا، عائلتي حتى شي واحد ما كيسول فيا، الله يرحمهم. ما خلاوش لك شي حاجه باش تعيش؟ ما خلاو لي حتى شي حاجه. واش ما خلاوش ليك ولا خوتي كيبغوش؟ خلاو لي، خلاو واحد الدار، ولكن خوتي ما باغينش يبيعوها، كيقول لك رد علينا عاد نعطيوك، باش انا غنرد عليهم وانا ما عنديش حتى فين نعس. خوتي المغاربه حنا لا
الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء الآية 90 ولقد كر آية 70 ولقد كرمنا بني آدم. الله سبحانه وتعالى خلق كل واحد باش يعيش في حياته. الله خلق كل واحد باش يعيش كل واحد في حياته، ماشي كل شيء غتعلق من قراعه. ماشي انا ندوز محداك باش تنتقدني، ماشي انا ندوز محداك باش تعيرني اخويا، ما تعيرنيش. حتى انا ما كرهتش نكون راجل، حتى انا ما كرهتش نكون عادي، نتمشى عادي، نضحك عادي، نخرج انا مع صحابي، ما نبقاش نمشي مع الدريات، ما نتجمعش مع الدريات. علاش؟ حيت انت ملي كيشوفوك مع الدريات كيقول لك انت داير بحال هكا، انت باغي الدريات. لا، انا ما نوقفش حدا الدريه يضحك عليا، انا خاصني نوقف مع الدريه اللي غتبغي ليا الخير، غنبقى فيها مع الجنس اللطيف. كيبقى كنبقاو فيهم، ما الدراري ما كنبقاوش فيهم. مي كنقول لك اخويا كلكم راعين وكل مسؤول محسوب على راعيتي. فكرت دير شي عمليه؟ كنفكر ولكن ما عنديش الفلوس باش غندير هاد العمليه، ما عنديش الفلوس باش غندير هاد العمليه. بغيت الناس المحسنين يتعاونوا معايا باش ندير هاد عمليه التحويل الجنسي، بانني كنلتقط الاهانات من المجتمع باش انا نحس براسي، انا براسي امراه، باش ما نبقاش نسمع الاهانات ديال المجتمع والتهديدات، ما يعرفوني واش راجل ولا امراه.